عضلات على البوستيريور ابدومينال وول. الثلاث عضلات دول عباره عن ايه؟ اساميهم الثلاثه خدناهم اللي هم البوستيريور ريليشن اوف كيدني. اول عضله اسمها السوس ميجور ماسل. تاني عضله اسمها الكوادريتس لامبورم ماسل. تالت عضله عضله جايه من قدام لورا اللي كانت واخده اوريجين من اللامبر فاشيا لو فاكرينها وجايه بالعرض اللي هي الترانسفيرسس ابدومينس ماسل. بيتهيألي دي احنا شرحناها. تعالى بقى دول. اولا الصوص ميجور ماسل. هقول لك ان الصوص ميجور ماسل واخده من الانتيريور سيرفيس اوف ترانسفيرس بروسيس اوف ابر لمبر بوتيبي او لمبر بوتيبي. ونازله كده يا جماعه سلمبر بالمنظر ده. يعني ازاي؟ بص كده معايا. لو انا جيت مسكت لك الباكيت ده، تعالى بقى. لا هات الكرسي تعالى اقعد جنبي. شيل دي. لو انا مسكت الباكيت ده قدامك، ادي الريب رقم 12 اظن شايفينه. كله شايف ادي الريب رقم 12 اهو. وادي الفقره لمبر 1 2 3 4 5 سكر. مش كده يا جماعه؟ يا ترى الصوص ميجور مصر هتيجي منين؟ هتيجي كده. من الترانزفيرس بروسيس اوف لمبر فيرتبري انتيريور سيرفيس اوف ترانزفيرس بروسيس اوف لمبر فيرتبري. كله شايف؟ كله شايفها يا دكاتره؟ ماشي. يعني واخده من الانتيريور ها سيرفيس اوف ترانزفيرس بروسيس اوف لمبر فيرتبري. ابراهيم ماسكها اهو من ايديه. العضله دي بتروح نازله كده. شايفين نازله فين؟ كله شايفها؟ تيجي لها عضله ثانيه اسمها الالياكس ماسل. جايه من ايدك فصه اللي هي العضله الحمراء دي، هعملها بالمنديل. كله شايف كده؟ ها؟ كله شايف؟ الجروب كله شايف قدامي؟ يبقى اذا الصوص ميجور ماسل الاوريجن بتاعها جايه منين؟ جايه من الانتيريور سيرفيس اوف ترانزفيرس بروسيس اوف لامبر فيرتيبلي ونازله داونورد سليبس. خلاص كده يا جماعه؟ شريحه كده نازله. الشريحه اللي نازله دي او سلندر ماسل، عضله جايه بالطول. تقابل عضله اختها هنا اسمها الالياكس ماسل. يلزقوا هما الاثنين مع بعض. لما يلزقوا هما الاثنين مع بعض نسمي التندون بتاعهم ايه؟ كونجوينت تندون. التندون بتاع الالياكس والصوص فنروح مسمينه اليو صوص تندون. اليو صوص تندون سهله؟ اول ما تنزل على هنا تلاقي حاجه غريبه قوي معاها. اه يا ريت يا عم محمد. لا ما انا عايزها دلوقتي. اه يا ريت. ماشي شكرا. صراحه انتوا متدلعين دلع مفيش بعد كده. نكمل يا جماعه. الاليو صوص تندون ده لو انا جيت رسمت لك الفيمر هرسمها لك كده. الفيمر لها بروزين، بروز كبير وبروز صغير. قلت لكم في اول سيكشن خالص ان البروز بنسميه تيوبركل لو كان صغير ومدبب، تيوبروستي لو كان كبير شويه وواسع، تروكانتر لو كان كبير ومدبب زي ده يبقى ده اسمه التروكانتر. الجريتر تروكانتر الكبيره والليسر تروكانتر الصغيره. اهو العضله دي تلاقي الفيمر هنا والليسر تروكانتر وراها هنا، فتروح نازله كده عشان تلزق مع الليسر تروكانتر اوف. لحد كده في مشكله يا جماعه؟ يبقى العضله دي جايه منين لمنين؟ جايه من الترانزفيرس بروسيس بتاعه اللمبر فيرتبري، تلزق مع الالياكس هنا اللي جايه من الالياك فصه، يعملوا الاليو صوص تندون. الاليو صوص تندون ينزل عشان يلزق فين؟ في الليسر تروكانتر بتاعه الفيمر. لما يلزق في الليسر تروكانتر بتاعه الفيمر اللي هي هنا، يبقى العضله دي لو شديت الانسيرشن على الاورجن هتعمل ايه؟ مش هتتني رجليك لفوق كده؟ يعني هتتنيك كده؟ ها؟ ولذلك يا جماعه الناس اللي بيحصل لهم التهاب في الزايده او في الحالب حصو او حاجه زي كده بيجي لك ماسك بطنه كده. عارف الماسكه دي ليه؟ عشان الالم بيعمل سبازم في العضله دي، يعمل فيها كونتراكشن. فبص تلاقي رجليك التانت على فوق. هو معمول ربع ساعه بس. نعم يا باشا. ربع ساعه ماشي.
على الإلياكس مصر، الإلياكس اللي هي تحتها جوه دي على الإلياك فصة، تمام؟ مش عارف باينه هنا ولا مش باينه، هي جوه دي خلاص. يعني لو اتمسكت هنا تبقى صوص ميجر، ما بتجيش الإلياكس هنا، بس صوص ميجر مهمه. صوص ميجر بتتنزل في امتحان العمل كتير قوي، خلاص بتمسك كتير قوي. صوص ميجر مصر على فكره حوالي 60% من الناس بيبقى عليهم عضله صغيره تانية على الصوص ميجر اهي، شايفينها؟ اسمها الصوص ماينر، بس ما بتتمسكش، يبقى صوص ميجر صوص ماينر. خلاص اوكي يا جماعه. طيب بعد كده بقيت عضلات الابدومين بعد الصوص ميجر، فاكرين الريليشنز بتاعت الكدني؟ ما الكدني هنا، الكدني ريليتد ميديا لصوص ميجر، بعد كده كوادريتس لامبورم، بعد كده ترانزفيرسس ابدومينس. دي يا جماعه الترانزفيرسس ابدومينس، دي كده الترانزفيرسس ابدومينس. طيب فين الكوادريتس لامبورم؟ اهي العضله دي سهله. يبقى اذا صوص ميجر، تعالى بالترتيب من ميديا للاخر، صوص ميجر كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس ابدومينس، الياكس جوه، الياكس هنا الحته دي. خلاص اوكي يا جماعه، الياكس مصر جوه ماشي. تاني صوص ميجر، خلاص اوكي، صوص ميجر كوادريتس لامبورم ترانزفيرسس ابدومينس ماشي اوكي يا جماعه. معلش ورينا ترانزفيرسس مش بتطلع قدام ما هي كامله، هي طالعه من ورا كده على قدام اهي، ادي الانتيرو ابدومينال وول نفسه ماشي. خلاص اوكي، دي ترانزفيرسس ابدومينس اصلا، هي دي اللي جايبه العرض. ايوه يبقى ترانزفيرسس ابدومينس كوادريتس لامبورم صوص ميجر، وقلت لك ان بعض الناس في حاجه اسمها صوص ماينر. لحد كده في مشكله؟ طيب انزل بعد كده عشان نشوف اللي في النص. ادي الفيرتيبرال كولم مش كده يا جماعه؟ على الفيرتيبرال كولم طالع الدايفرام، ده الدايفرام، دي الحته بتاعت الدايفرام، ده الدايفرام متقطع، كل ده الدايفرام. خلاص اوكي، اللي هو ده ايوه الدايفرام، ممكن يتمسك الحته دي. الدايفرام ماسك في ال، لا ماسك في الـ في الفيرتيبري، لا لا ماسك في الفيرتيبري وماسك في الحاجات الثانيه. ما الترانزفيرسس جايه من الفيرتيبري برضه، جايه من الريبس، ماسك في الريبس. يقول له حاجه اسمها كوستال اوريجن اوف دايفرام وفيرتيبرال اوريجن اوف دايفرام، عامل زي الاوبا كده. هنقول الكلام ده كله بعد لحد كده، في مشكله؟ أيوة. طيب خدت الكولون قبل كده، الكولون كان اسندنج سيكم، اسندنج فليكشر ترانزفيرس فليكشر ديسندنج سيجمويد، ادي السيجمويد كله اللي هو البلفك، شايفينه؟ حتى الابيديس الامبولوي كمان عليه ازاي؟ فين السيجمويد؟ ده السيجمويد، هو ده كده السيجمويد كولون. عشان ليه 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 قلت ان ده السيجمويد كولون؟ لانه في قلب البلفس اهو. يبقى السيجمويد كولون هنا في قلب البلفس. طب بص حتى عليه ايه؟ عليه ها ابنديسيس ايبيبلويكا، شايفينها؟ مفهومه؟ طيب سيبك من ده كمان كده، بص بص هنا اليونر بلادر باينه اهي مفتوحه، دي اليونر بلادر اللي انا حاطط فيها السلك، اللي انا حاطط فيها السلك ومفتوحه دي اليونر بلادر، كان فيها يورين ماشي، اللي انا حاطط فيها السلك ومفتوحه دي اليونر بلادر، وده اه المقطوعه دي، وده مين؟ السيجمويد كولون. خلاص ده السيجمويد كولون. طيب تعال نشوف الفيسلز اللي هنا والنيرفس اللي هنا. هقول لك بص يا دكاتره، ده كده على اليمين الانفيريور فينا كيفا، شايفينه؟ أوه. على اليمين الانفيريور فينا كيفا، الانفيريور فينا كيفا بيكمل باثنين برانشز، كومان الياك كومان الياك، كومان الياك كومان الياك فين، كومان الياك فين مع كومان الياك فين يعملوا لي الانفيريور فينا كيفا، تمام؟ طيب وده الابدومينال اورطة ماشي، مش عارف كانها طلعت ولا لسه، هاتوا لي منديل يا جماعه، حد يطلع منديل بسرعه، اتفضل افتحوا حديله وافتحوا. استنوا يا شباب معلش انا اتشرف، اتفضل يا دكتور. يا نهار ايه يا نهار، طب واحد بس خلاص ماشي افتحوا. طيب افتحوا خلاص، هناخد من احمد عشان ما حدش من احمد قبل كده، عشان الكلمتين اللي قالهم. طب استنى بقى هناخده منك المره الجايه. معلش اشكرك، لو احمد ناقص يحط المنديل على مناخيره ويتولى هو المسؤول. ما تعملش معاه كده ليه؟ هي الريحه دي مش غلط يا دكتور؟ نعم الريحه دي مش غلط. طب يا عم خلينا نموت يا عم، انا ناقص اصلا ده حطيت الفورمالين اصلا طاهر، مش حاجه نظف ليه ده طاهر لك سيدي، بس هو مشكلته ان هو ايرتن بيعمل ارتيشن بيهاجم الشيه وبيهاجم العين والكلام ده كله، غير الفورمالين. بص يا جماعه شايف ده؟ ده الابدومينال اورطه، الابدومينال اورطه يتقسم لبرانشين، كومان الياك وكومان الياك، بيتمسك كومان الياك وكومان الياك. بص كده الكومان الياك يتقسم لبرانشين، شايفينهم؟ اهم ادي الكومان الياك مقسوم لبرانشين، البرانش اللي فوق ده مين؟ اكسترنال الياك اللي بره، واللي جوه ده مين؟ انترنال الياك، شايفينه؟ يبقى اذا ادي الاورطه ابدومينال اورطه ها كومن الياك اكسترنال الياك انترنال الياك، ادي الابدومينال اورطه على الناحيه الثانيه شايفينه؟ اهو كومن الياك اكسترنال الياك اللي هو بره ده، انترنال الياك اللي هو اللي جوه، شايفينهم؟ نعيد تاني يا جماعه. طيب في نيرفين حوالين الصوص ميجور مصر، فاهم كده؟ فين النيرفين دول؟ اول نيرف لجوه ميديا اهو،
شايفينه؟ الميديال ده. كله شايف الميديال ده؟ الميديال اوبتيوريتور. اوبتيوريتور نيرف. ليه؟ لانه رايح للاوبتيوريتور فورم. تمام؟ وفي نيرف تاني لاترال ليها. اهو. اللاترال ده هو مين؟ الفيمورال. طبعا هو باين حاجه كمان بس الدكتور يوسف بقى قال كفايه دول عشان الامتحان اهو. خلصوا كده يا جماعه؟ يبقى ده مين؟ اللاترال الفيمورال والميديال هو الاوبتيريتور. تمام؟ نشوف تاني اهو. بصوا اهو اللاترال هو الفيمورال والميديال هو الاوبتيريتور. شايفينه يا دكاتره؟ يبقى لو اتمسك نيرف على الميديال بتاعه الصوص ميجور يبقى اسمه اوبتيوريتر. لو اتمسك نيرف على اللاترال بتاع الصوص يبقى اسمه فيمورا. لو اتمسك الارتري الكبير يبقى اسمه ابدومينال اورطه. البرانش الاولاني او الثاني كومان اليك. البرانشين بتوعه اكسترنال اليك اهو المقطوع والانترنال اليك اللي تحت ده على الناحيتين طبعا. تمام؟ ده الانفيريور فينا كيفا وده الكومان اليك فين والكومان اليك فين. تمام؟ طيب وده صوص ميجور كوادريتاس لامبورم ترانزفيرسس ابدومينس الياكاس. ادي العمل بتاع البوستيريور ابدومينال وول دافع سهل. نعيده كمان مره كده خلص بسيط خلص اه ما فيهوش حاجه. تمام لسه شراب بقى طبعا. اه ده العمل بتاع البوستيريور ابدومينال وول. على فكره يا جماعه اللي عايز يستمتع همتعكم بحاجه كده جنب الفرتبرال كولم اهي يا جماعه شايفين ده الاوسوفاجس. شايفينه؟ اهو الاوسوفاجس على الفرتبرال كولم. نعيد كمان مره. طيب اتفضلوا يا جماعه اللي شايف اتفضل يقعد.